نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هنا في ملعب مرسول بارك وسط هذه الأجواء الكبيرة للغاية، وسط هذه الحضور، هذا الحضور الجماهيري النصراوي في ملعب مرسول بارك، وأيضا أمام ضيف ثقيل في هذه الجولة. لكم أن تعلموا أن التعاون هو الفريق الوحيد الذي هزم النصر في هذا الموسم، ذلك حدث في مباراة الذهاب بين الفريقين. كريستيانو داخل منطقة الجزاء، محاولة رونالدو أمام أكثر لاعب، وبعد ذلك تغطية وتدخل وإبعاد الكرة معود مع الاتحاد. كريستيانو محاولة مرور رونالدو، تسديد الكرة لكنها مرت خطيرة، الكرة من جانب صاروخ ماديرا وعدت على يمين حارس المرمى. أخطر محاولة نصراوية وأول بداية في هذه الأمسية الكروية من جانب كريستيانو رونالدو بدالي ديران كاكو. لمسة أمامية، يحيى يحاول مرور، يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية. أقرب بعد ذلك لمصعة عبد الإله العمري، تغطية وخطأ احتسب حكم المباراة لأوتن، تكون إثارة أكبر في الدقائق القادمة من أحداث سيانو. في جهة اليسار رونالدو يبحث عن حلول، رونالدو أمام تريل الشباب، و37 نقطة للنصر. طويلة الكرة، محاولة باتجاه غريب، يصل كرة غريب، مر غريب بكرة، الله الله، عبد الرحمن غريب جول. خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل، الله على اللقطة. غريب يا عيني غريب، النصر يتقدم بالهدف الأول بعد تمريرة في منتهى الروعة، ونهاية ولا أجمل ولا أروع بجانب عبد الرحمن غريب. وبعد ذلك لازال يحافظ على كورته، ما زال تسديدة وكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية، جميلة لمصعة علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة، ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكورة إلى فهد الرشيدي. فهد الرشيدي تمريرة باتجاه تاومبا، في خطأ على تاومبا، في خطأ على تاومبا لمصعة. لمسة نصراوية في جهة اليمين، محاولة بكرة عرضية، تعاون يحاول في هذه الأثناء مع كرة عرضية خطيرة لكنها تكون محاولة نصراوية بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل، الإبعاد بعد ذلك إلى رمية جانبية. بسلامة إن شاء الله لمحمد الغامدي اللي تعرض للخاطئ من جانبية. نواف العقيدي، عرضية أخرى خطيرة وكنان يبعدها في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة الأخيرة، خطيرة جدا لمصعة التعاون على مرتين، مرة أولى من جانب تاومبا ومرة ثانية كانت خطيرة إلى تاومبا داخل منطقة الجزاء، وتسديدة لكنها صدم مرور بعدها من الأول. مربت بتمريرة حلوة لجوستافو، لكن الدفاع لصاروخ موديرا، رونالدو بتسديدة لكن يبحث عن حل عن تمرير، كرة أمامية خطيرة وفرصة نصراوية. سامي النجعي إلى أيمن يحيى، تسديدة لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الماضية، قوية من جانب أيمن يحيى ولكنها بعد ذلك في يد حارس المرمى. مايلسون في الذي لمصعة التعاون، الولفز في الهجوم، كرة عرضية خطيرة لكن الحارس تألق، يبعدها العقيدي بقبضة يده. لا زالت لمصعة التعاون في هذه الأثناء ضغط لزملاء تاومبا في هذه اللحظات، كرة تصل إلى كاكو، كاكو بلمسة على جهة اليسار، نجعيب داخل منطقة الجزاء خطيرة إلى غريب، لكن الكرة بعد كويس جوستافو على حدود منطقة الجزاء أمامية، لكن الترتيب حلوة على جهة اليسار، المارو بدران خطيرة وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع. تصل الغامدي، محاولة داخل منطقة، فرصة لمصعة التعاون بكرة عرضية لكن التغطية مرة أخرى من جانب الدفاع صافرة من حق سميحان النابت اللاعب الجديد في قائمة خطيرة النصر. عبد الرحمن بكرة أمامية حلوة وكرة ولمسة وصافرة، وبعد ذلك الكرة إلى يد حارس المرمى، لا يوجد ركلة جزاء في قرار الحكم. لمسة اليد كانت موجودة لكن الحكم اعتبرها غير متعمدة على ما يبدو في اللقطة الماضية، وبالتالي استمر على التشكيل الأساسي بداعي الإصابة ولكن موجود على دكة البدلاء. تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني في تشكيلة شاموسكا كما كنا نتوقع، فبالنسبة للمدرب بريكليس شاموسكا يدفع في سميحان النابت محمد الغامدي الباحث عن كرة عرضية خطيرة. المارو
يريدون أن يتعادل للولفز بروعة كبيرة كبيرة كبيرة، بروعة كبيرة وعرضية جميلة ونهاية والأجمل في اللقطة الماضية. تمكن ألفارو ميدران لمصلحة الولفز من العودة إلى أحداث هذه المباراة. نسوة كبيرة، يا غريب يا غريب، رونالدو الكرة وفرصة، يا إلهي فرصة خطيرة لكريستيانو، لكنها ضاعت على غير العادة، ضاعت على مباراة النصر يبحث بعد ذلك عن العودة للتقدم على النتيجة. كونان بكرة عرضية نحو القائم الثاني خطيرة، وبعد ذلك إبعاد من الدفاع في اللحظة الأخيرة من جانب سليمان هزازي، وفي الأخير تحولت الكرة إلى رمية جانبية وإصابة لأحد اللاعبين، إلى محمد الغامدي البحث عن كرة عرضية بذات الشكل، لكنها سامي النجعي يترك مكانه باتجاه صريهم، عودة وأيمن يحيى قوية اصطدمت في الدفاع، وأخرى تسديدة بعيدة من صريهم. هل كان فيه لمسة يد في اللقطة الماضية؟ هل فيه ركلة جزائية نصراوية؟ راح نشوف الإعادة ما إذا كان فيها لمسة يد أم لا. لقطة الولفز الفرصة من جانب النصر بعودة للوراء حدود منطقة الجزاء، تاومبا مر وكرة وفرصة، الثاني للتعاون، يا إلهي هدف للولفز. هل كان في شك بوجود تسلل في اللقطة الماضية على تاومبا؟ هل كان في تسلل على تاومبا في لقطة الهدف؟ شوف إلى إلغاء واحتساب تسلل على لياندرو. اللقطة الأخيرة الحكم بعد العودة للفار، نعم كلمين ليست رياحا سهلة بعد ذلك، خطيرة الكرة وفرصة، لكنها بعد ذلك إلى ركنية من لا شيء. رونالدو من لا شيء، رونالدو كسب الكرة وكسب ركنية وكاد أن يكسب حتى ركلة جزائية. غارسيا بكل الأوراق لا يمكن أن يعادل على أقل تقدير أمام واحد من المرشحين الكبار، وتاليسكا لكن التسديدة ضاعت، كوسابو تسديدة أخرى في الدفاع، مرة أخرى خطيرة، مرة أخرى قوية. ساعة التعاون، أي كرة أي كرة أي كرة، يا إلهي مش ممكن يا مهداوي، مش ممكن يا مهداوي، لقطة في منتهى الروعة لمصاعة التعاون، أي كرة كانت، تحرك جانبي تاليسكا، رونالدو مر وكرة، يا إلهي فرصة يا كريستيانو لمصعد جوستافو، تسديدة وكرة، مادو سجل لكن رونالدو متسلل، مادو سجل لكن رونالدو متسلل في اللقطة، رونالدو كان في مكان التسلل. نشوفه مرة أخرى تسديدة لويس، اللقاء بعد العودة إلا أو قرر العودة بعد العودة للفيديو، حكم اللقاء يشير إلى هدف نصراوي، نعم هدف نصراوي كما كان يتوقع كريستيانو رونالدو. مادو سجل هدفا غاليا ثمينا في هذه الأمسية بعد أن أخذنا مباراة ثانية للتأكد من هذا القرار. ماشا يحاول، ماشا عرضية خطيرة لك، وفرصة للنبات، مش ممكن، لقطة ولا أروع في منتهى الخطورة لكنها ضاعت من سميحان النابت، يا إلهي شوفها شوفها، مين هذا؟ قيسلان كونان، كونان ارتكب خطأ فادحا صراحة.